مساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين، مساء الخير يا مصر. مساء أهلا الخير يا بك. مصر، اهلا بك يا همات، واهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتحية لكم جميعا في اولى حلقات مساء الخير يا مصر. وطبعا النهارده هيكون معانا موضوع مهم جدا يشغل الرأي العام ويشغل الشارع المصري، هنتكلم عن قانون التصالح يناير 2020. وطبعا في بشرات النهارده، بالحقيقة بنختمها النهارده ببشرة كده من السيد المحترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 25% خصم. اعتقد انا كمواطن الحقيقه وكثير من المواطنين ما كانوش متوقعين الخصم المحترم ده، ودي بشره. البشره الثانيه 50% فقط الحد الادنى للقرى، ودي بشره طبعا لاهالينا طبعا، يعني احنا فلاحين كلنا، والريف المصري كانوا بالحقيقه وانا بين الناس استشعر الامهم واملهم، كانوا بيتظلموا من حته الغرامه كانت 80 بتوصل ساعات في بعض المحافظات 100 150، لكن بشره من قرار من السيد رئيس محترم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، لان قالوا يستشعر بالمواطنين 50 جنيه فقط في الريف المصري. بالظبط، وان شاء الله باذن الله هنتناول النهارده اكتر من جانب، هنتناول قانون التصالح، وهنتناول الناس اللي المفروض يكون عليها قانون التصالح، ومين اللي محظور عليها قانون التصالح، والاوراق والمستندات اللي محتاجينها لقانون التصالح، وهيكون معانا في كل جانب القضائي ورجال الدين والصحفي، بحيث اننا نقدر نلم بالموضوع بشكل كبير. ما ننساش قبل ما نتابع فيديو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقره هموم الناس، فقره مهمه جدا جدا جدا، وعدنا حضراتكم وبنبعد حضراتكم فقره هموم الناس، بنترقى فيها اتصالاتكم، شكواكم، اي حد عنده مشكله استغاثه باذن الله بيلبي هذه الاستغاثه، وبتواصل مع الساده المسؤولين، وبسعد جدا الحقيقه لما بتواصل مع الساده المسؤولين وبيلبوا يعني طلباتنا. واول شكوى واستغاثه تم تلبيتها بالفعل هي، بشكر فيها السيد المحترم وكيل وزاره الصحه اللي اتصلت بيه، من مواطن موظف عادي جدا مش لاقي مكان في مستشفى الحقيقه ورعايه مركزه، عنده نزيف في المخ الحقيقه، قعد في مستشفى في المهندسين مش عايز اقول اسمها طبعا، قعد 3 ليالي، المفروض قالوا له 10,000 جنيه، واذ بيفاجئ ان هم طلبوا منه 75,000 جنيه، اقسم بالله ده حصل. فطبعا راح مستشفى حكومي، اتصل بيا الحقيقه، اتصلت بكل وزاره الصحه، اتصل بمدير الطوارئ، فانا بشكره وبشكر الدكتور وائل الدرندري مدير مستشفى المطريه اللي بعت اسعاف بنفسه للحاله وخدها للمستشفى، ودي اول استغاثه معانا النهارده. فيديو سيد الرئيس همت هيكون معانا، فيديو سيد الرئيس هيكون معانا حاليا، ويا ريتنا كلنا نشوف وجهه نظر سيد الرئيس في العشوائيات. اتفضلوا معانا نتابع سيد الرئيس قال ايه ونرجع تاني، اتفضلوا معانا. زي ما تابعنا مع حضراتكم طبعا مشاهدينا الكرام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتكلم عن موضوع التعدي على الاراضي الزراعيه، والحقيقه يعني كان لي الفخر والشرف ان انا اتابع هذا الملف من 2009 وانا بتكلم، وطبعا اللي متابع مقالاتي في مافيا الاراضي وحلقات مافيا الاراضي اسميتها بنفس العنوان من ايام المستشار جوده الملط عندما كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وانا بقول تحديدا يا جماعه، وضربت مثال بارض قادسيه والتعدي على ارض الدوله والارض الزراعيه، واعتصام بعض الناس امام منديد الانتاج الاعلامي في 2011 تحديدا، وبصراحه كده رفضت اتكلم معاهم في هذا الوقت بامانه يعني، وقلت لهم كلمه واحده، انتوا استغليتوا ظروف البلد واستغليتوا ظروف الثوره، ده ما كانش ينفع ابدا. فبالتالي النهارده لما يجي قرار المحترم السيد الرئيس طبعا بان احنا مصر مش طابونه او مش فرن عيش يعني، يعني عاوزين نقول، وفي نفس الوقت الناس اللي زعلانه، لا هو حضرتك كنت باني ايه 80 جنيه وبقت 50 جنيه في الريف المصري وفي المدن وغيره، هتبقى طبعا اقل او اكثر طبعا، اعتقد يعني حضرتك كنت باني وكنت مستني ومتوقع ان هيبقى في مخالفه، مش كده ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. وعلى فكره سياده الرئيس عندما تكلم عن العشوائيات لم يكن او لم تكن المره الاولى التي تحدث فيها وحذر فيها المخالفين، الكلام ده تقريبا من حوالي 3 سنين، يعني الموضوع ما جاش فجاه، مش غريب جدا ان يكون كل هذه الاصلاحات وكل هذه، ما فيش محافظه في مصر ولا قريه الا اذا فيها اصلاحات وفيها تطوير، وبالرغم من كده يكون على الجانب الاخر هذه العشوائيات وهذه التعديات، المفروض ان احنا كلنا نساند القيادة العليا في أننا نؤدي لهذا الوطن حقه، في أننا نجعله يليق بإنسانيتنا. طيب نتابع مع بعض مشاهدينا الكرام تعليق وكلام السيد المحترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نتابع مع بعض، اتفضلوا معانا نرجع مع بعض تاني. طبعا كلام مشاهدينا الكرام رئيس الوزراء واضح جدا، احنا ما طردناش حد من بيته، وطبعا احنا بنرد على الإشاعات. تمام، معانا اتصال هاتفي استاذ همت. استاذ فؤاد قصه المستشار القانوني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا سعاده المستشار، حضرتك سمعنا؟
ايوه استاذ فؤاد، قانون التصالح الجديد ليس عقابا على الشعب المصري، وانما هو ضروره هامه لاعطاء الصفه الرسميه والقانونيه لعمليه التمليك للاراضي او للعقارات. ايه الاوراق المطلوبه سياده المستشار لقانون التصالح؟ المواطنين يعملوا ايه في اختصار في نقاط؟ ايه المطلوب منهم، ومين اللي مطلوب ان هم يتوجهوا للتصالح، ومين المحظور عليهم ان هم يتوجهوا للتصالح، والاوراق المطلوبه ايه؟ هو يعني بداية لابد نشيد بالإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل إعادة الوجه الحضاري لمصر، ولابد أن نقول بشفافية وبتجرد أن الإدارة الحالية والرئيس السيسي استطاع فعلا أن يعيد لمصر وجهها الحضاري وإعادة شبابها الذي كان قد يعني انتابه الكثير من الضعف خلال الثلاثين عاما الماضية، يعني تقدم في جميع المجالات وفي جميع المرافق، كهرباء وصحة وتعليم ومية وطرق وجميع المجالات حصل فعلا فيها تقدم، ولا يمكن على الإطلاق أن احنا ننكر ولا ينكر هذا فعلا إلا جاحد. يعني ما حدث في مصر في خلال عهد الرئيس السيسي لم يحدث في مصر حقيقة في خلال الثلاثين عام الماضي. ده شيء لابد أن نقوله في البداية. هذا القانون هو حلقة في تكملة الوجه الحضاري لمصر. تمام. ليه؟ لأن احنا في خلال الثلاثين عاما الماضية شهدنا عشوائيات ومباني عشوائية. بالضبط. ألو؟ حضرتك معانا؟ تمام. عموما الاتصال انقطع. شكرا جزيلا سعاده المستشار فؤاد قص على هذا التواصل. على امل ان احنا نرجع نتواصل تاني، ويبدو ان حصل انقطاع في الاتصال، لكن تمام. انا عايزه اجمل في ثواني سريعه كده. أيوة. فيما يخص قانون التصالح، مين اللي المفروض ان هو يتحرك؟ كل الناس اللي هي وقعت في مشكله التصالح للعقارات او للاراضي، يعني المالك، في مشكله ما بين المالك وما بين الشاغل العقار. كلام رئيس مجلس الوزراء في كلمتين بالظبط سريعا كده، ان على المالك، على المالك ان هو يتقدم بقانون التصالح فيما يخص العقار. طيب اذا المالك ما تقدمش، يبقى معنى كده شاغل العقار عليهم ان هم يتقدموا بطلبات للتصالح. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده ان على هذا الاساس، يعني على فكره في نقطه مهمه جدا، ان احنا محتاجين ان كل واحد سواء كان شاغل العقار او الملك ان هو يتقدم بس التصالح، هياخد مجرد استماره، والاجراءات هتاخد وقتها، المستندات تاخد وقتها كيفما تشاء، لان الوقت بيداهمنا. فمعنى اتصال هاتفي. طبعا نتمنى الاستاذ عاطف امين طبعا يكون معانا باذن الله، لكن احنا قلت وما زلت بقول بالنسبه كان قبل كده يا جماعه، خلي بال حضراتكم، بالنسبه انتقلنا من موضوع التعدي على الارض الزراعيه لمخالفات البناء. لا انسى ايضا لقائي بنائب الدكتور جهان عبد الرحمن نائب المحافظ، قالت احنا هنزيل، وكان وما زال طبعا الموضوع ما حدش خد فيه قرار. بعدها اتصالي كان لقاء باللواء اركان حرب ياسين طاهر، كان سكرتير عام محافظ المنوفيه ثم نائب محافظ المنطقه الجنوبيه، قلت له على العمارات المخالفه في ربوع القاهره، فقال احنا هنزيل. كان طبعا لما كنا بنتكلم الكلام ده في 2009 كم؟ 2010 ألفين. طيب معانا استاذ عاطف امين. أيوة. رئيس حركه تطوير العشوائيات. اهلا وسهلا عاطف بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. جهود الدوله يا فندم طبعا في تطوير العشوائيات طبعا يمكن ملحوظه، عاوزين سعادتك تسردها، وسعادتك طبعا يعني تجوب التلفزيون المصري والفضائيات على اساس توضح دور الدوله، وده مجهود يعني بسمنه لحضرتك الحقيقه، وانحني احتراما وتقديرا لجهود سعادتك في ده، نوضح للناس ايه اللي تم في تطوير العشوائيات يا فندم تحديدا. هو طبعا تطوير العشوائيات بنعتبره حاجه محققه، لان ما حدش كان متحقق في مصر ابدا كل هذه الانجازات اللي بتتم في ملف تطوير العشوائيات، لان احنا عارفين ان مشكله العشوائيات متراكمه منذ اكثر من 40 عام. تمام. ومشكله فشل فيها جميع الحكومات المتعاقبه. تمام. ولكن الحمد لله منذ تولي السيد الرئيس السيسي اصبح هذا الملف بيديره هو شخصيه الرئيس، واصبحت اراده قوية
رغبة جديدة في القضاء على هذه المشكلة. مهندس أمين، مهندسنا العظيم، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قالوا مع حضرتك، حضرتك معايا، كيف ترى ملف اتقطع؟ طب شكرا جزيلا أستاذ عاطف أمين، رئيس حركة تطوير العشوائيات المشكورة، شكرا جزيلا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، مع التواصل مع نائب محافظ دكتور جلال عبد الرحمن، وبعدها اللواء ياسين طاهر قال هنزيل، فبالتالي رئيس ايضا حي كنت بكلمه هو المهندس ابراهيم صابر رئيس حي دار السلام ثم المعادي ثم نائب حاليا منطقه الشرقيه، قالوا هنزيل. طب هنا الحقيقه هم رؤساء الاحياء كانوا مش مسؤولين لسبب، قالوا احنا كان في فراغ امني بعد ثوره يناير تحديدا وبالتالي ما قدروش يعملوا. وعلى فكره القصه كلها الكلام اللي احنا بنسمعه على رقم 2008 في في فكره القانون 2008، على فكره يا جماعه هو كان عباره عن قانون هدفه الاساسي هو الازاله، ما فيش فيها كلام ازاله. طيب جه القانون الجديد هدفه بقى مصالحه، والمصالحه فيها اختلاف كتير جدا ومهم جدا زي ما وضح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ونسمن طبعا هذا قرار، قرار رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء طبعا لاحساسهم بالمواطن المصري، وعلى امل طبعا ان يبقى فيه فعلا تقدم جدي من الساده المواطنين. الجزئيه اللي محتاجين نقولها في عجاله هي حاجه واحده بس، اننا ارجوكم من فضلكم لا نستمع ابدا للاشاعات اللي بتروج على مواقع السوشيال ميديا، وبخاصه فيما يروج بهدم المنازل، والموضوع ده منتهي. تمام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، وعلى امل اللقاء بكم في حلقات قادمه باذن الله في مساء الخير يا مصر. شكرا لكم، شكرا لك همت، والى اللقاء. الى اللقاء.